فما أحسن أحد الظن بالله إلا وكان توكله عليه سبحانه وتعالى صادقا. إذ بين هذين الأمرين من التلازم ما لا شك فيه ولا ريب، وكذلك أيضا بينهما وبين العمل الصالح تلازم، فإن من يدعي حسن الظن به سبحانه وصدق التوكل عليه جل وعلا لا بد أن يكون ذلك معه حسن عمل وتصديق بالوحي، وتصديق الوحي هو الذي يأمر فيه بحسن العمل. وإذا عرفنا أيها الأفاضل هذا الفضل العظيم لحسن الظن بالله عز وجل وما رتب الله من العقوبة على مخالف ذلك وهو مسيء الظن به سبحانه وتعالى، فإن من المهم أن نعرف أحوال حسن الظن به سبحانه، لكي يعرف المؤمن هل هو محسن الظن أم لا، أم أنه ناقص الظن أم أنه ناقص في هذا الباب. ومن جهة أخرى يعلم آثار حسن الظن به سبحانه وتعالى وهي كثيرة، لكن من أهم هذه الأمور أن المرء إذا ظن بالله عز وجل خيرا فإن من أجل أحواله أن يظن به سبحانه وتعالى إجابة الدعاء، فإن محسن الظن بالله يحسن الظن به سبحانه في الإجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وهذا يدلنا على أن حسن الظن بالله سبب لإجابة الدعاء، فمن ظن بالله خيرا في إجابة دعائه حقق الله له رجاءه وأعطاه سؤله وكفاه ما أهمه وأعاذه مما أغمه، وما ذاك إلا بسبب إيقانه بالإجابة وحسن ظنه بربه، فيغفر الله له ذنبه إذا استغفر، ويقبل منه توبته إذا تاب وأناب، ويجيب دعوته إذا دعا، ويكفيه حاجته إذا رجا. من صور حسن الظن بالله عز وجل وأحواله الظن به سبحانه وتعالى خيرا بالتجاوز عن الخطيئة وغفران الزلة وستر العيب وعدم الفضيحة على الخلائق يوم الدين. ولذلك كان من أعظم الناس في حسن الظن بالله عز وجل أنبياء الله سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه عليه، وقد قال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فانظر كيف أن الله أن نبي الله إبراهيم عليه السلام أحسن الظن به سبحانه بأن يغفر ذنبه وخطيئته وأن يتجاوز عن ما صدر منه من زلل. نسأل الله عز وجل الإعانة والسلامة.